رواد التمثيل العشوائي ولسانهم طويل. سخرية مثيرة من رامز جلال لمحمد ثروت وأسقس في رامز جاب من الآخر مش هتصدق اللي قاله. جدل كبير تسبب فيه الفنان رامز جلال بعد مقدمته الساخرة من أسقس ومحمد ثروت اللي كانوا ضحايا رامز في الحلقة الثالثة من البرنامج. وقال رامز في استضافتهم بينافسوا بعض ولسانهم طويل وعصبيين، واحد شغال ومنتشر ومقضيها إفهات، والتاني كل ما يجيله دور يقول لأ. معانا ومعاكم رواد التمثيل العشوائي في مصر. كمان رامز فاجئ أسقس بسؤال محرج على الهواء وقال له انت عملت عمليات تجميل، علشان يرد أسقس بشكل ساخر ويقول له ازاي يعني ده وش عامل عملية تجميل. ده غير كمان سخرية رامز من تعامل أشرف عبد الباقي معاهم في مسرح مصر وقال له شايف الغرفة مش أشرف عبد الباقي اللي كان مقعدكوا في أوضة بحمام واحد. وكعادة المقلب طلب رامز من محمد ثروت انه يحط الروج لأسقس، لكن ثروت رفض وبدأ يحط الروج على حواجب أسقس. مش بس كده، لكن كمان طلب منهم انهم يعملوا مشهد درامي مش كوميدي، لكن المفاجأة انهم قدموا مشهد كوميدي وده اللي سبب غضب رامز. رامز دخل في أزمة كبيرة في الساعات اللي فاتت، خصوصا بعد أزمة حلقة باسم سمرة وأحمد السقا، واللي شهدت على تصريحات مثيرة من باسم سمرة خصوصا في أزمته مع السقا وكمان أزمته مع نيلي كريم. فقال باسم نيلي كريم اتعلمت التمثيل مني وكان في دور واحنا مبسوطين اننا هنشتغل مع بعض، راحت جابت جوزها مكاني. علشان يعلق رامز جلال وقال جوزها بتاع سكواش وعاوز يمثل. وقال كمان باسم عن أزمته مع أحمد السقا كان يوم أسود لما قلت أحمد السقا ممثل على قده، معنى كده إن أنا برجع في كلامي، ولما قلت إنه شال ليا مشاهد في الجزيرة كنت بستفزه. علشان يعلق السقا باسم حبيبي وإحنا ولاد منطقة واحدة نزلة السمان وأنا ما شلتش مشاهد منه في فيلم الجزيرة. كمان هشام عاشور زوج نيلي كريم فاجئ الكل برد الصادم عن باسم سمرة ورامز جلال وقال في ناس بتحب توقع بين الفنانين وتعيش أكشن، الفنان باسم سمرة محترم وأنا بحبه وإن شاء الله نشتغل مع بعض قريب. الفنان اللي معاه اتكلم عن حاجات وموضوع عادي بيحصل ورمى إفيه بداع التهريج وبعدين صوره قام نشر حاجة قمة في الفجاجة. هل ده الضحك اللي هيجيب فلوس؟ إيه اللذاذة في كده؟ أنا زعلان منك قوي. رامز بيستضيف في البرنامج عدد من ضحايا رامز جلال في هذا الموسم من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي، ومن بينهم أحمد السقا وباسم سمرة، أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، مريهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، نجلاء بدر، سمية الخشاب، محمد شاهين،